بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في شرح قطر الندى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى عند قوله: والكلام لفظ مفيد، كده منصوبة عندكم، والكلام منصوبة، ممكن هي معطوفة على شيء قبلها، بس ممكن أشوف إيه اللي قبلها، يعني زي منصوبة لكن في شيء قبلها منصوب وعطف عليه، أو لو جعلناها مبتدأ يعني والكلام لفظ مفيد. قال: لما أنهيت القول، قال في الشرح: لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. قال: ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، يعني هنا يعرف الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المفيد. إذا نحتاج إلى تعريف اللفظ، تعريف المفيد. ما المقصود باللفظ؟ قال: الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول اللي هو الصوت المشتمل على بعض الحروف نحو رجل وفرس، رجل هذا صوت مشتمل على بعض الحروف، فرس صوت مشتمل على بعض الحروف، والثاني اللي هو ما في قوة الصوت كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب، المقدر بقولك أنت. يبقى إذن هذا أيضا يعتبر يعني لفظا، وإن كان يعني لم ينطق ولم يتلفظ به، لكنه في قوة الملفوظ به، لأنه مضمر مقدر، يعني تضمره في نفسك وتقدره في ذهنك. إذا قلت اضرب، نقول اضرب فعل أمر، أين فاعله؟ نقول ضمير مستتر تقديره أنت. فهنا الضمير المستتر الذي قدرته في ذهنك، قال هذا يعتبر كلاما حتى ولو لم تتلفظ به، يعني على تعريفه يعني. قال: ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به. طبعا هنا الكلام يعني في اصطلاح المحاه يعني، لكن مرات يعني هذه المباحث تحتاج الى تدقيق فيها. احيانا بعض الأشاعرة يعني في تعريفهم للكلام يعرفون تعريفا يشمل المعنى النفسي ويشمل كذا، حتى يعني يؤولوا يعني كلام الله تعالى انه ليس بصوت ولا بحرف ولا كذا، فيحترز يعني في ذلك. فهو يعرف الكلام يعني في اصطلاح المحال وفي اصطلاح كذا، اما يعني الكلام في كتاب الله تعالى وفي لغة العرب فيكون بصوت وحرف، كلام الله تعالى بصوت، قال: فيناديهم بصوت في الحديث يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فثبت يعني أن كلام الله تعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه وتعالى. فنرجع مرة ثانية، فيقول هنا يعني هو يتكلم هنا عن الكلام يعني في اصطلاح النحويين يشمل الضمير المستتر، فهو يعتبر لفظا. ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به، فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. قال: وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. إذن يقول المفيد هو ما يصح الاكتفاء به، هذا احترازا من إيه؟ من قولك مثلا إذا قام زيد، فهذا يعني لا يصح الاكتفاء به، يعني لا تحصل الفائدة، يبقى المستمع متشوفا لسماع شيء آخر تتم به الفائدة. فشرط الكلام أنه تحصل به الفائدة، يعني يحسن السقوط عليه أو يحسن الاكتفاء به، يعني لو قلت قام زيد حصلت فائدة أمكن الاكتفاء به، لكن إذا قلت إذا قام زيد لم يحسن الاكتفاء به ولا السقوط عليه. وبعدين قال: لو أن شخصا أتى بورقة وكتب فيها زيد قائم، هل نسمي المكتوب هذا نسميه كلاما؟ قال: لا، لا يسمى المكتوب كلاما، رغم أنه يصح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ.
وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام لأنه ليس بلفظ. يعني إذا أشرت إلى شخص مثلا هذه الإشارة كده هو فهم منها أنك تقول له قم، فأشرت له هكذا فقام، أو أشرت له كان قائما وأشرت له هكذا فهم منها أنك تقول له أقعد فقعد. فهذه الإشارة يعني هي في معنى قم أو في معنى أقعد، لكنها ليست كلاما، ليست كلاما لأنه ليس بلفظ. قال وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. قال في شرحه صور تأليف الكلام ست. صور تأليف الكلام يعني تركيب الكلام تركب من كلمتين، فله إيه ست صور، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. يعني وأقل ما يتركب من كلام كلمتين، لكن ممكن أن يتركب من أكثر من كلمتين. فصور تركيب الكلام ذكر أنها هذه الصور هي الست. قال يشرحها، قال أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور. الكلام المركب من اسمين له أربع صور، إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، هذه الصورة لكلام مركب من اسمين. الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان. عندنا المشتقات يعني منها اسم الفاعل اللي هو يشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن الفعل غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. الفعل إذا كان ثلاثيا مثلا مثل إيه خرج اسم الفاعل منه خارج، دخل اسم الفاعل داخل، قام اسم الفاعل قائم على وزن فاعل، ضرب اسم الفاعل ضارب، وهكذا. هذا الثلاثي نشتق منه على وزن فاعل، يعني حروف الثلاثة الأصلية الفاء والعين واللام نضع بعد الحرفين الأول والثاني نضع ألفا، بعد الأول نضع ألفا ثم نكسر الثاني تصبح فاعل، بعد الحرف الأول نضع ألفا ثم نكسر الحرف الثاني فيصبح فاعل، ضرب ضارب، كتب كاتب، زرع زارع. هذا من الثلاثي. من الرباعي والخماسي والسداسي، لأن الأفعال إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، هذه حالات الأفعال. إذا كان الفعل رباعيا أو خماسيا أو سداسيا فنأتي بحرف المضارعة ونضع مكانه ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. يعني مثلاً دحرج يدحرج، شيل الياء وحط ميم مكانها مدحرج واكسر ما قبل الآخر. مثلاً استغفر مستغفر، فأصلاً المضارع يستغفر، شيل الياء وضع مكانها ميم مضمومة واكسر ما قبل الآخر مستغفر. انطلق اسم الفاعل منه منطلق، وهكذا. أكرم يكرم، نقول مكرم اسم الفاعل. فإذا أتيت باسم فاعل وابتدأت به الكلام فكان هو المبتدأ، فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيكون له فاعل، نسميه فاعل لاسم الفاعل. ففاعل اسم الفاعل يسد مسد الخبر، يعني بدل من المبتدأ والخبر، إذا كان المبتدأ اسم فاعل فاعله يسد مسد الخبر. وضرب هذا المثال قال أقائم الزيدان، فهنا الهمزة حرف استفهام مبني لا محل من الإعراب، قائم مبتدأ مرفوع عن مترفع الضمة، الزيدان فاعل لاسم الفاعل سد مسد الخبر. وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان،
يعني أقائم الزيدان، يعني في معنى قولك أي يقوم الزيدان. وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. الصورة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، نحو أمضروب الزيدان. إذا كان هنا إيه؟ المبتدأ اسم مفعول، واسم المفعول يأتي من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وفتح ما قبل الإيه؟ الآخر. أخرج مخرج، أكرم مكرم، أمكرم زيد، وفي الثلاثي احنا قلنا على وزن مفعول، يقول ضرب اسم المفعول منه مضروب. فاسم المفعول يأتي بعده نائب فاعل يسد مسد الايه الخبر. فقولك أمضروب الزيداني، فهنا الهمزة للاستفهام، مضروب مبتدأ مرفوع، والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر. الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله، نحو هيها، هو الضمة هنا يعني هي في القراءات المتواترة هيهات هيهات وهيهاتي، أيضا قرأت في قراءة أبي جعفر هيهاتي هيهاتي لما توعدون، في قراءة الجمهور هيهات هيهات. فنقول وهنا ايه ضمها، يعني قال هيهات العقيق فتحة، في حقيقة الضم يحتاج مراجعة، يعني معروف يعني هيهات أو هيهاتي العقيق. فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد، والعقيق فاعل به. فاسم الفعل اللي هو هيهات، والعقيق فاعل لاسم الفعل. قال وأما ائتلافه من فعل واسم، وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. يذكرون ائتلاف الكلام من فعل واسم له صورتان، إما فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم إذا له فاعل، إذا كان مبنيا للمجهول مثل ضرب ضرب زيد، لهذا الكلام مكون من فعل واسم والاسم هنا هو نائب فاعل. وأما ائتلافه من الجملتين، قد يكون كلام مركبا من جملتين، فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت، جملة الشرط وجواب الشرط. إن حرف شرط، قام زيد هذه جملة الشرط، قمت هذه جملة إيه؟ جملة جواب الشرط. والثانية جملة القسم وجوابه، جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله لزيد قائم، أحلف بالله لزيد قائم. عندنا جملة القسم وجملة جواب القسم، أحلف بالله هذه جملة القسم، لزيد قائم جملة جواب القسم. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما، اللي هي الأفعال الناسخة والناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا، فهنا إيه؟ علم فعل ماض والتاء فاعل، وعلم هذا من الأفعال التي تنصب مفعولين. فهنا عندك يعني فعل وفاعل ومفعولان، أصلهما المبتدأ والخبر، يعني مفعولان كان في الأصل مبتدأ وخبرا، فإذا أدخلت هذا الفعل رفع فاعلا ونصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، علمت زيدا فاضلا. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا،
يعني لأن الفعل الذي ينصب مفعولين إذا أدخلت عليه همزة التعدية فدائما إيه همزة التعدية تزيد اللي ينصب مفعولا إذا أدخلت همزة التعدية تجعل الذي ينصب مفعولا ينصب مفعولين والذي ينصب مفعولين ينصب إيه ثلاثة فهو أصلا علمت زيدا فاضلا هذا كان ينصب مفعولين من غير الهمزة فعندما تدخل عليه الهمزة تقول أعلمت هنا أعلم فعل ماضي والتاء فاعل وبعدين زيدا مفعول أول عمرا مفعول به ثاني فاضلا مفعول به ثالث والمفعولان اللي هما الثاني والثالث كان في الأصل إيه مبتدأ وخبرا أعلمت زيدا عمرا فاضلا يعني قلت لزيد إن يعني عمر فاضل فهذه الجملة التي قلتها لزيد فأنت الآن أعلمت زيدا أن عمرا فاضل هذا المعنى قال فهذه صور التأليف فهذه صور التأليف عن الصور التي يتركب منها الكلام وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم يعني أقل ما يتركب منه الكلام إما جملة اسمية مبتدأ وخبر أو جملة فعلية فعل وفاعل أو نائب كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم يعني قلت بعض النحاة يعني ربما استعمل عبارة يقول الكلام يتكون من اسمين أو من فعل واسم فيوهم أن الكلام لا يكون إلا كذلك يعني لكن هو وضح أن هذا هو أقل ما يتكون من الكلام لكن لا يمنع أن يكون الكلام مكونا من أكثر من ذلك كما مر ذكره ممكن يعني فعله أربعة أسماء مثلا مش فعل واسم بس نعم قال فصل أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم نحو لزيد نعم لزيد ولا بزيد عندي في حرف مش واضح إما بزيد أو لزيد عندكم لام ولا باء؟ باء بزيد نحو بزيد وجزم في فعل نحو لم يخن فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة ويجزم بحذف حركة فإذا أنواع الإعراب أربعة منها نوعان مشتركان في الاسم والفعل وهما الإيه الرفع والنصب فعندنا أسماء مرفوعة وأفعال مرفوعة وأسماء منصوبة وأفعال إيه منصوبة وضرب المثال قال زيد يقوم زيد مبتدأ مرفوع يقوم فعل مضارع مرفوع وإن زيدا لن يقوم زيدا اسم إن منصوب ويقوم فعل مضارع منصوب جدا مثل للرفع في الاسم والفعل ومثل للنصب في الاسم والفعل والجر خاص بالأسماء مثاله بزيد هذا مثال لاسم مجرور والجزم خاص بالأفعال ومثل له بقوله لم يقم وعلامة الرفع الأصلية هي الضم وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة وعلامة الجر الأصلية الكسرة وعلامة الجزم هو السكون بس هو سمى السكون هي سماه حذف الحركات يعني إذا حذفت الحركات فبقي هي السكون قال في الشرح الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة هذا تعريف الإعراب أثر ظاهر أو مقدر لأن بعض المعربات إعرابها مقدر يعني زي مثلا جاء موسى جاء فعل ماضي موسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة منع من ظهورها التعذر يعني لأن الألف يتعذر أن يستحيل يعني تضم الألف يعني لابد أن تكون الألف ساكنة فهو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل دائما الرفع له عامل عمل الرفع
يعني مثلا المبتدا، ما الذي رفع المبتدا؟ قل الابتداء، فالابتداء هو العامل الذي عمل الرفع في المبتدا. الفعل المضارع مثلا مرفوع، ما الذي عمل فيه الرفع؟ وتجرده من النواصب والجوازم، فنقول هذا التجرد من النواصب والجوازم هو العامل الذي عمل فيه الرفع. هذه تسمى عوامل معنوية، يعني شيء غير حسي. هناك عوامل حسية، يعني مثل إيه؟ لن يقوم، أن يقوم منصوب، ما الذي عمل فيه النصب؟ هو لن. فالعامل جلب هذا الأثر في آخر الكلمة. قال فالظاهر كالذي في آخر زيد، في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. والمقدر كالذي في آخر الفتى، في قولك جاء الفتى، نقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. قال والإعراب جنس تحته أربعة أنواع. جنس الإعراب يضم أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. واضح؟ الكلام مكرر يعني، فإذا في شيء غامض إن شاء الله ممكن تسأل ما شاء الله. قال وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. رفع النصب يأتي في الأسماء وفي الأفعال، يعني عندنا أسماء منصوبة وأفعال منصوبة، أسماء مرفوعة وأفعال مرفوعة. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، يعني لا يوجد فعل مجرور لكن توجد أسماء مجرورة. وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم، يعني يوجد فعل مجزوم لكن لا يوجد اسم مجزوم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. يعني الرفع له علامة أصلية وهي الضمة، ثم علامات فرعية اللي هي تنوب عن الضمة، يعني زي مثلا إيه؟ المثنى يرفع بالألف. الألف هذه هي علامة أصلية للرفع؟ لا، هذه علامة فرعية، يعني العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، لكن الألف هذه علامة فرعية تنوب عن اللي هي عن الضمة. جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو هذه علامة فرعية ليست هي العلامة الأصلية. في العلامات نوعان أو ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، يعني غير من المحايا يسميها السكون، يعني يقول السكون، هو بيسمي السكون يسميه حذف الحركة. قال وقد مثلت كلها، الأمثلة التي سبقت فيها تمثيل معنا. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. يعني عندنا باب الأسماء الستة، مثلا هي ترفع: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. يبقى الأسماء الستة هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء مثلا، فهذا باب مما يعرف بعلامات فرعية. وعندنا باب جمع المذكر السالم، باب المثنى إلى آخره، فعندنا ستة أبواب، عندنا سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، تعرب بحركات أو يعني بعلامات إعراب فرعية، علامات الإعراب الفرعية. علامات الإعراب الفرعية كما سيأتي توضيحه، ممكن علامات الإعراب الفرعية أحيانا تكون حركة نائبة عن حركة، يعني زي مثلا جمع المؤنث السالم: جاءت المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات. في حالة النصب جمع المؤنث السالم ينصب بإيه؟ الكسرة. طب الكسرة هذه علامة أصلية أو فرعية في النصب؟ هي فرعية في النصب. الكسرة هي علامة أصلية للجر،
لكنها علامة فرعية للنصب. فده يعتبر علامة فرعية. جمع مثلا ممنوع من الصرف تقول سلمت على إبراهيم، مجرور علامة جره الفتحة. الفتحة هنا علامة إعراب أصلية أو فرعية؟ نقول هنا فرعية، لأن الفتحة إذا جاءت علامة للجر فتكون علامة فرعية، لكن الفتحة التي تكون علامة النصب هذه تكون علامة أصلية. طيب قال إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهموه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ويلاحظ هنا أنه قال وحموها، سيوضح أنه مشى على لغة من يقول يعني الحمو هم أقارب الزوجة. حموها يعني أقارب الزوجة. معلش، أقارب الزوج، أقارب الزوج. فالحمو يعني يضافون إلى الزوجة لأنهم أقارب زوج المرأة، يعني أقارب زوج المرأة. فالحم يعني الحمو يعني حمو لا يضاف إلى إلى الرجل لأنهم أقارب الزوج، فلا بد أن يضاف إلى مؤنث لأنهم أقارب الزوج. أقارب الزوج. فتقول مثلا حموها يعني حموا المرأة اللي هم أقارب زوجها، لكن لا تقول مثلا حموا زيد لأن المعنى هنا أنهم أقارب زوجته. فهذا في لغة يعني وهي التي اختارها المؤلف، لكن هناك يعني رأي آخر أن أقارب الزوج وأقارب الزوجة كل منهما يقال له حمو، فبالتالي يصح أن تقول حموه وحموها. إذا قلت حموه إذا أقارب زوجته، إذا قلت حموها إذا أقارب زوجها، فتشمل هذا وهذا. أظن في ملحق الإعراب الحريري يعني استعمل وحمو عثمان تقريبا. نعم؟ يعني أضافها إلى الرجل، فمشى على اللغة التي فيها أنها تشمل أقارب الزوج وأقارب الزوج. في العام يقولون نصيبي ورحيمي. نعم. الحديث الحمو موت. أحسنت، لما أقارب الزوج. نعم. يعني المرأة إلا تخلو بأقارب زوجها، الحمو موت يعني أقارب زوجها. قال إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذه الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نعم. قال هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل. قلنا عندنا سبعة أبواب، هذا أول باب منه الذي يعني يعرف بعلامات إعراب فرعية. أول باب مما خرج عن الأصل، الأصل اللي هو أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بالسكون، فهذا هو الأصل. أي شيء يعني يعرب على خلاف ذلك له علامة إعراب على خلاف ذلك فهو من الأبواب التي فيها علامة إعراب فرعية، وهي سبعة أبواب، هذا أول واحد منها الأسماء الستة. قال وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. هي معتلة يعني آخرها حرف علة إما واو أو ألف أو ياء، وهي مضافة يعني دائما هي تضاف إما إلى ضمير أو اسم ظاهر على حسب الشروط التي سيأتي. وهي أبوه وأخوه وحموها وهموه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه، هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. ورأيت أباه، رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. وأبا نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة.
وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ومررت بأبيه وكذلك القول في الباقي. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور، لا بد من توفر ثلاثة شروط حتى تعرب بهذا الإعراب. أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة تعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية، يعني إذا ثنيت الأسماء الستة أخذت إعراب المثنى، وإعراب المثنى أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، قد جاء الرجلان رأيت الرجلين مررت بالرجلين. فنفس الشيء تقول جاء الأبوان رأيت الأبوين مررت بالأبوين. تقول جاءني أبواني ورأيت أبوين ومررت بأبوين. يبقى هنا لا يعرب إعراب الأسماء الستة اللي الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء، لا يعرب إعراب المثنى الرفع بالألف والنصب بالياء والجر بالياء، هذا إعراب المثنى. وإن كانت مجموعة جمع تكسير عربت بالحركات على الأصل كقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك، جمع أب جمع تكسير آباء، آباء تعرب إعرابا أصليا يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالما أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بأبينا. جاءني أبون هنا أبونا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ورأيت أبينا نقول إيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومررت بأبينا مجهول وعلامة جره الياء. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، يعني ثلاثة من الأسماء الستة تقول أبونا وأخونا وحمونا يجمع جمع مذكر سالم. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، هو الشرط أن تكون مفردة ليست مثناة ولا مجموعة جمع تكسير ولا مجموعة جمع مذكر سالم. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فلو صدرت أعربت بالحركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فتصغير أب أبي تصغير يأتي على وزن فعيل وفعيعل وفعيعيل، هذه أوزان التصغير له قواعد في الصرف يعني، فهنا تصغير أب على وزن فعيل أبي أصلا فعيل أصلا أبي ين يعني في اثنين ياء واحدة ساكنة واحدة متحركة وشددة اضغمت الساكنة في المتحركة أبي ين، فتقول إيه جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، مثل الصحابي الكريم أبي بن كعب أبي هذا تصغير أب. ونفس الشيء أخي تقول جاء أخي أو جاء أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك يعني بأخيك الصغير. الثالث أن تكون مضافة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، لابد أن تكون مضافة، لذلك تجدون الأمثلة أبوه لم يقل أب وأخ إنه قال أبوه وأخوه، لابد أنها تضاف حتى تعرب هذا الإعراب. طيب لو يعني جعلتها غير مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة هنا تلاحظون مصطلح المفرد له استعمالات متعددة في النحو عند النحاة بحسب الايه السياق، يعني في مرات المفرد مقابل المثنى والجمع، فعندك الكلام ينقسم الى ايه او الاسماء تنقسم الى مفرد ومثنى وجمع، وتنقسم ايضا الى مفرد ومضاف، مرات يسمون شبيه المضاف، فالمفرد هنا بمعنى انه غير مضاف، مرات يأتي المفرد مقابل المركب، الكلام منه مفرد ومركب، مثل المركب اللي هو زي مثلا إيه قام زيد زيد قائم هذا مركب
لكن زيد وحدها مفرد بمعنى. فممكن المفرد اللي هو مقابل المركب، والمفرد اللي هو مقابل المضاف، والمفرد اللي هو مقابل المثنى والجمع. فهنا يشترط في الأسماء الستة أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة يعني غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. ولهذا الشرط الأخير شرط اللي هو اشترط أن تكون مضافة، فداخل هذا الشرط يعني أن تكون إيه؟ أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. كيف أعرب هذا أبي؟ تقول أبي هنا إيه؟ خبر مرفوع، هذا مبتدأ وأبي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الباء، ضمة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات المناسبة لياء المتكلم. الكسرة تناسب ياء المتكلم، يعني مثل ما تقول مثلا هذا غلامي أو كتابي، فتقول إيه؟ خبر مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، يعني ياء المتكلم يناسبها أن يكسر ما قبلها، فبالتالي ما قبل ياء المتكلم نقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة. يعني حتى لو كان مجهورا، يعني ما تقول مررت بأبي، هذه الكسرة ليست بسبب الباء، فتقول الباء حرف جر وأبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإيه؟ المناسبة لياء المتكلم. يعني كسرة الإعراب يعني مقدرة، لأن يعني الكسرة الموجودة ليست بسبب الإعراب، بدليل أنها موجودة في الرفع والنصب كذلك. فإذا عرفنا بأنها موجودة رفعا ونصبا مجرد، إذا هذه الكسرة ليست بسبب الباء. حتى لو شلت الباء هتقول أبي، يعني تحط الباء بأبي، تشيل الباء برضو أبي، يبقى إذن الكسرة هذه ليست بسبب الباء، ليست بسبب حرف الجر. فنقول حرف الجر هنا أدى إلى إعراب مقدر يعني. وفي النصب تقول رأيت أبي، تقول منصوب بفتحة مقدرة. قال فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي، يعني سواء من الأسماء الستة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أو حتى من غير الأسماء الستة، أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم فيكون إعرابه رفعا ونصبا وجرا بحركات مقدرة على آخره. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني الإمام ابن هشام رحمه الله هو الماتن وهو الشارح، هو صاحب المتن وهو الشارح له، ففي المتن لم يذكر الشروط، ففي الشرح يعني يعتذر فيه عن كونه لم يذكر الشروط في المتن، لأن طبيعة المتن هي الاختصار يعني، يقول أنا لم أذكر الشروط اختصارا بكوني إيه قد طبقها يعني فعليا وأتى بها يعني مستوفية للشروط، لما مثل بها إيه مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، فلم يحتاج إلى ذكر الشروط لأنه استوفاها في المثال. قال وإنما قلت وحموها فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، ربما أطلق على أقارب. قال والهم قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، تفسير هم قال وهموم، فاسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، يعني رجل اسم جنس وفرس اسم جنس، فيكنى عن رجل هم وعن فرس هم. وقيل عما يستقبح التصريح به، تفسير آخر قالوا هن يعني كل شيء يستحي يقبح ذكره أو يستحي من ذكره،
فيكنى عنه هم. وقيل عن الفرج خاصة. فهذه استعمالات إيه كلمة هم. فقال هموه هذه من الأسماء الستة. قال والأفصح استعمال الهم كغد. يعني بالنسبة لكلمة هم قال الاستعمال الأفصح أنها تستعمل كغد. قال في شرحه إذا استعمل الهم غير مضاف كان بالإجماع منقوصا أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائل أخواته. إذا استعمل غير مضاف فمثله مثل جميع الأسماء الستة، تقول يعني هذا أب ورأيت أبا ومرت بأب، تقول هذا هن وهن وهن، هذا إيه في حالة عدم إضافة، تقول هذا هن ورأيت هن ومرت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك. فالهم يختلف عن بقية الأسماء أنه حتى في حال إضافته فأكثر العرب يعربونه بالحركات وليس بالحروف، يعربونه بالحركات وليس بالحروف، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومرت بهنك كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه، بعض العربي يجريه مجرى أو مجرى أب وأخ، فيعربه بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومرت بهنيك. وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. الإمام الفراء هذا من أئمة الكوفة، سيبويه من أئمة البصرة، ويعني سيبويه شافها العرب الذين يعني يحتجوا بكلامهم وسمع منهم ونقل لغاتهم. فالإمام سيبويه يعني في كتابه الكتاب نقل أنه سمع من العرب يقولون هنوك وهناك وهنيك بالإيه كإعرابي بقية الأسماء، يعني عند الإضافة عربوه بالحروف. الفراء لم يسمع بذلك ولا الزجاجي، فبالتالي عدوا الأسماء خمسة فقط ولم يذكروا هذا فيها. قال والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعيليون وشبه كالجمع. هذه عبارة المتن يعني، ثم يشرح هذا الكلام. قال في شرحه قال الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمراء، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. إذا كان الباب الأول هو الأسماء الستة، والباب الثاني المثنى، والباب الثالث جمع المذكر السالم. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، ومنصوب بالياء نيابة عن الفتحة، ومجرور بالياء نيابة عن الكسر. مرة اختصارا يعني هم مرفوع بالألف ومنصوب بالياء ومجرور بالياء، لكن التعبير الأدق يعني أن نقول مرفوع وعلامة رفعه الألف، أو منصوب وعلامة نصبه الياء، مجرور وعلامة جره كذا. فنقول مثلا مجرور مش بالياء، التعبير الأصح نقول مجرور بالباء، نقول بالزيدين، نقول مجرور بالباء وعلامة جره الياء. ماذا اختصار نقول مجرور بالياء، لكن هو الأحسن
والمجهول بكذا، ونذكر ايه الجار ونقول وعلامة جره. قال وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ، هذه يعني تعرب إعراب المثنى، يعني ألحقوها بالمثنى وأعربوها إعراب المثنى، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومرضت بكليهما، تقول له أيضا جاءت المرأتان كلتاهما ورأيت كلتيهما ومرضت بكلتيهما. بدل هما ممكن تضعكما. فإن كانا مضافين إلى الظاهر، وقال مضافين إلى الضمير، لم يشترط يعني ضمير المعين. فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال، إذا أضفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر لازمت الألف رفعا ونصبا وإيه وجرا، لكن إذا أضفتها إلى الضمير عربت إعراب المثنى. إذا أضفتها إلى الاسم الظاهر تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصر، لأن المقصور هو يعني ما آخره ألف لازمة يعني تلازمه رفعا ونصبا وجرا. فكلا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر وكلتا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر الألف تلازمها رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء كلا الرجلين رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين. نعم أيوة كلتا الجنتين آتت أكلا، فهذا مثال مضاف إلى اسم ظاهر فتعرب بحركات المقدرة. كيف يكون إعراب جاء كلا الرجلين؟ قد جاء فعل ماض مبني على الفتح، وكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت كلا الرجلين رأى فعل ماض والتاء فاعل، وكلا مفعول به منصوب على نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر. في الجر بكلا الرجلين نفس الشيء علامة جره كسرة مقدرة. وكذا القول في كلتا، تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها، تقول جاءت كلتا أختيك ورأيت كلتا أختيك ومرضت بكلتا. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين. وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير نحو اثناهم، أو للظاهر نحو اثنا أخويك، أو كانا مركبين مع العشر تقول جاءني اثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني عشر. يعني إذن هي اثنان واثنتان تعربان إعرابا مثنى بغير شروط، سواء كانت إيه مضافة أو غير مضافة، وإذا كانت مضافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، وكذلك المركبة مع لفظ عشر، يعني مركبة مع لفظ عشر، فكله أيضا إيه ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. جاء اثنى عشر رأيت اثني عشر مررت باثني عشر. جاء تقول مثلا جاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتي عشرة ومررت باثنتي عشرة، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. طب لماذا اثنان واثنتان جعلها يعني ملحقة بالمثنى وليست مثنى؟ لأن تلاحظ دائما المثنى بتكون علامة التثنية فيه زائدة على المفرد، يعني لما تقول مثلا رجل وبعدين تسميه تقول إيه؟ رجلان، زدت ألفا زدت الألف والنون على المفرد فصار مثنى، واضح؟ زدت الألف والنون على المفرد فصار مثنى، لكن حروف المفرد كما هي موجودة. لكن بالنسبة لقولك اثنان
هذا ليس تثنية لإثم، يعني ما فيش كلمة يعني اللي هي إثم وإثم فضم إثم وإثم سميناهم صار إثنان، لا، فإثنان ليست يعني تثنية لإثم. وكذلك كلا وكلتا برضو يعني ما كانش يعني في مفرد من لفظها وزدت عليه الألف والنون أو كده، فهي يعني تعرب إعرابا مثنى لكنها في حقيقتها ليست مثنى، فهي تسمى ألفاظ ملحقة بالمثنى، يعني تأخذ إعرابه لكنها ليست من المثنى. ممكن نقف إن شاء الله. نعم. خلاص هي ما هي ألفاظها كده محفوظة، يعني هي ملحقة بالمثنى. ما يعني بهذا انتهينا من الكلام عن المثنى. سيذكر بعد ذلك جمع المذكر السالم، ويذكر أيضا الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.